بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رزئت أمتنا الإسلامية اليوم بعظيم من عظمائها وعلم من علمائها، وهو فضيلة الشيخ أبي عمار عبد المنعم العلي العزي المشهور ب محمد أحمد الراشد رحمه الله، وقد فتح الله له في التأليف وأعطاه الله سبحانه وتعالى حسن الذوق وحسن البيان وتنوع المعارف والذكاء الحاد والجد والتشمير، ووفقه لصحبة الأخيار وأجرى على يديه كثيرا من منافع المسلمين، فتربت على يديه أجيال من العرب والعجم، وشهد كثيرا من التطورات والمراجعات في العمل الإسلامي، وكانت له الأيادي البيضاء على العمل الإسلامي في كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخل عليه النور والسرور في قبره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يثبته بالقول الثابت ويلهمه الإجابة بالصواب، وأن يكتبه في عليين ويرفع درجته في الصالحين، وأن يخلفه في أهله في الغابرين، وأن يجعله من الشهداء الشافعين المشفعين، وممن يقاس له من مكان مولده إلى مكان وفاته في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعل وجهه من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يعطيه كتابه بيمينه تلقاء وجهه، وأن يمره على الصراط كالبرق الخاطف، وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقيه من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن يثقل موازين حسناته، وأن يرزقه مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تعالى أن يرزقه مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعله من ورثة الفردوس، وأن يحقق له ما تمناه في الجنة كله، وأن يلقيه روحا وريحانا ورحمة ورضوانا، وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يبارك في ذريته وعقبه وآل بيته وأقاربه أجمعين وطلابه ومحبيه، وأن يفرج عن المسجونين من تلامذته ومحبيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض هذه الأمة الإسلامية خيرا، وأن يديم النفع بمؤلفاته وعلمه وتربيته وأثره. أعزي أسرة الفقيد، وأعزي إخواننا في العراق، وأعزي الأمة الإسلامية كلها، وأخص منها الأمة العربية وأهلنا في ماليزيا، وطلاب الشيخ ومحبيه والمنتفعين بكتبه ودوراته، وهم كثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم أجمعين، وأن يعوضهم خيرا منه ويعوضه خيرا منهم، وأن لا يريهم مكروها بعده وأن لا يريه مكروها بعدهم، وأن يطيل أعمارهم أجمعين بعده على طاعته، وأن يعظم أجرهم ويحسن عزاءهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عظم الله أجور جميع السامعين والمشاهدين وخلفه فيهم بخير. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.